ورجعنا لكم مرة تانية، وهستعرض دلوقتي مع حضراتكم نتائج فرق القطاع خلال الأسبوع اللي فات. زي ما قلت لحضراتكم ما شاء الله في نتائج كويسة، وعندنا إخفاق واحد هنتكلم عنه برضو. زي ما احنا شايفين دلوقتي نتائج فرق قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، مواليد 99 الأهلي والجونة 3-1، وأحرز الأهداف. حابب أقول الأسماء برضو اللي أحرزوا الأهداف: صالح نصر هدفين، ومحمد فخري الوافد الجديد من غزل المحلة. مواليد 2000 مركز شباب زينهم والأهلي، ونتيجة كبيرة، فوز النادي الأهلي 6-0. أحرز الأهداف حمزة مصطفى هاتريك، وعلي أيمن هدفين، وميدو أسامة هدف. عندنا مواليد 2001 الأهلي وبيراميدز، فوز النادي الأهلي، مباراة كانت مثيرة، مباراة قوية جدا، فوز النادي الأهلي في اللحظات والثواني الأخيرة. أحرز الأهداف شادي رضوان، أحمد أشرف، وعبد الوهاب علي. مواليد 2002 الأهلي والشبان المسلمين، وفوز كبير للنادي الأهلي 12-1 في دوري منطقة القاهرة. أحرز الأهداف أحمد سيد غريب 6 أهداف، أحمد عربي هدفين، محمد رضا هدف، وأيمن عبد الله هدف، وعلي عمرو وعلاء الملك كل واحد فيهم هدف. الأهلي مواليد 2000 الأهلي مواليد 2003 الأهلي وإنبي، وفوز إنبي على الأهلي 5-1. طبعا دي نتيجة ما تليقش بالنادي الأهلي، لكن احنا دايما هنا في برنامج الأشبال هندعم فريق 2003 بقيادة الكابتن عادل مصطفى، وأكيد هيتم تصعيد لعيبة مميزة من 2004 لفريق 2003. لكن في فريق 2003 ودي لعيبة أول مرة تلعب على مستوى الجمهورية، النادي الأهلي ماشي صح، إنه دايما بيسجل اللعيبة المظبوطة. الفرق التانية دايما زي ما قلت لحضراتكم، وهيكون لينا حلقات مع مختصين وهنناقش القضايا دي، إن دايما في فرق بتبحث عن النتيجة وفرق بتبحث عن البطولة بس، لكن ملهاش نظرة مستقبلية. في 2003 في فرق، انا مش عايز اختص بانبي بس، لكن في فرق بتأيد لعيبه ممكن فوق السن، لعيبه مسننه، هي همها كله ان انا اخد بطوله في الوقت الحالي. لكن النادي الاهلي دايما ليه نظره مستقبليه، لكن زي ما قلت لحضراتكم 2003 هندعمهم وهسندهم، واكيد ان شاء الله كابتن فتحي مبروك والقطاع كله هيدعم 2003 في الاختبارات وبلعيبه مميزه خلال الفتره الجايه. هنشوف مع حضراتكم بقيه الجدول. معانا 2004 فوز كبير الأهلي على الضرب الأحمر 6-0 في بطولة منطقة القاهرة. معانا ترتيب فرق الشباب بدوري الجمهورية، معانا الجدول كامل. مواليد 97 فريق كابتن عادل عبد الرحمن، الأهلي متصدر طبعا، ودي لقطة من أحلى اللقطات عندنا. هنشوف دلوقتي ترتيب الفرق كلها، والأهلي متصدر كل المسابقات. الأهلي لعب 5 مباريات، فاز في 4، تعادل في 1، ما فيش خسارة، عنده 13 بونت. عندنا في المركز الثاني مصر المقاصة عنده 12 نقطة. حرس الحدود في المركز الثالث 11 بونت. عندنا بتروجيت في المركز الرابع 10 بونت. عندنا الإسماعيلي في المركز الخامس 9 بونت. عندنا إنبي برصيد 8 بونت. عندنا نجوم إف سي برصيد 8. طلائع الجيش في المركز الثامن رصيد 8. عندنا الجونة في المركز التاسع برصيد 7 بونت. هنشوف تكملة الجدول معانا دلوقتي. ترتيب فرق الشباب تكملة الجدول: الاتحاد السكندري في المركز العاشر برصيد 7 بونت، الزمالك في المركز الحداشر برصيد 7 بونت، بيراميدز في المركز 12 7 بونت، الداخلية مركز 13 4 بونت، الإنتاج الحربي في المركز 14 3 بونت، عندنا سموحة في المركز 15 3 بونت، عندنا وادي دجلة في المركز 16 2 بونت، المقاولين العرب في مركز ال 17 عنده بونت، واخيرا المصري في المركز الاخير 18 برصيد نقطه واحده. هنروح برضه نشوف ترتيب فرق بطوله دوري الجمهوريه تحت 19 سنه. كابتن مدحت طه فريق 99 ما شاء الله، برضه زي ما قلت لكم هيبقى من احلى اللقطات عندنا. فريق الاهلي متصدر كل البطولات، المركز الاول الاهلي 16 بونت، بيتقاسم مع الاسماعيلي بنفس الرصيد برضو الاهلي والاسماعيلي، لكن الاهلي فارق بعدد الاهداف. الاسماعيلي في المركز الثاني برضو بنفس النقط 16 بونت. عندنا بيراميدز في المركز الثالث 13 بونت، الانتاج الحربي في المركز الرابع 12 بونت، عندنا المقاولين العرب في المركز الخامس 12 بونت، عندنا مصر المقاصه مركز السادس ب 11 بونت، الاتحاد مركز السابع 11 بونت، انبي في المركز الثامن 10 بونت، طلائع الجيش في المركز التاسع ب 9 بونت. عندنا بعد كده الزمالك في المركز العاشر 9 بونت، حرس الحدود في المركز ال 11 8 بونت، بتروجيت في المركز ال 12 8 بونت، عندنا نجوم اف سي مركز ال 13 8 بونت، سموحه في المركز ال 14
7 بونت، وادي دجله في المركز ال 15 5 بونت، المصري 16 4 بونت، والجونه برضو 17 4 بونت، والداخليه في المركز الاخير مركز 18 4 بونت. نروح دلوقتي لترتيب فرق ناشئين مواليد 2001 بقياده الكابتن احمد سراج. الاهلي متصدر، لعب 8 مباريات، فوز في 8 مباريات، مفيش تعادل مفيش خساره، اقوى خط هجوم 30 هدف، اقوى خط دفاع 3 اهداف، عنده 24 بونت. عندنا طلائع جيش في المركز الثاني 20 نقطه، حرس الحدود في المركز الثالث 16 نقطه، بتروجيت في المركز الرابع 15 نقطه، المركز الخامس المقصة 13 نقطة، إنبي في المركز السادس 13 نقطة، الزمالك في المركز السابع ب 11 بونت، الاتحاد في المركز الثامن 11 نقطة، والإنتاج الحربي في المركز التاسع برصيد 9 نقاط. ده كان ترتيب المسابقات. معانا هنشوف دلوقتي بقى الأهداف، هنشوف دلوقتي أحلى الأهداف وكل الأهداف خلال الأسبوع اللي فات معانا بالصوت والصورة.